هي جملة واحدة هنقولها: الحق مع الهلال عطية، الحق مع النصر عطية، الحق مع الاتحاد عطية، حق مع عبد الله عطية. خذ ولا قرار، تسلم ردة الفعل، ما حد راضي، انت خذ القرار اللي تعتقد انه صح. يا اخي اذا عبد الرزاق حمد الله مظلوم وتسوى عليه كذا الفيلم، يا اخي عطى حقه، عطى حقه، ما عليك من جمهور النصر وإدارة النصر، يزعل اللي يزعل، وإذا النصر له حق على عبد الرزاق حمد الله، عطى النصر حقه، ما عليك من الاتحاد ولا من جمهور الاتحاد. وطلع واحد يتكلم مع الناس، ادخلونا احنا نجتهد، نقعد نألف احنا من راسنا القصص ونشوف نركبهم بهالطريقة، ما يصير، ما يصير. وإذا في أحد يبغى يجاوب يعني يحترم ذكائنا بس، يعني لا يقولنا أي كلام، يحترم ذكائنا، أو ينبغى بعد يعني بلاش يحترم، يحترم غبائنا، يشرح لنا السالفة وش اللي صاير. مش ممكن اللي قاعد يصير، مش ممكن أبدا. ما احنا عارفين نركز حتى على أي مباريات، واحنا عارفين نركز على الملعب، كل مواضيعنا الله يخليك خذ قرار، الله يخليك يستجزأ. نعم، عطنا فاصل يا ابن الحلال، عطنا فاصل وخلنا نشرب شاي يا ديبان، فاصل.